حالا بقول لاحظ من بعد الانفجار غير نفسية. انفجار انفجار مغير نفسية شوي. حط تحترع الخبريات. احلى ميك اب واسرع شايفة انه من قبل الانفجار من وقت الثورة هم عملنا ميك اب من وقت الكورونا. فاتك لابس ماسك. لابس ماسك هلا شايله. لا ارجع حتى فاتك عم يزرقونا كورونا فري. فكرة باتريك ميك اب انستراكتور لازم تفوتوا كتابه لتعرفوا كيف عم تحط لهم تيوتوريال ميك اب. يعني ايه اكيد ننزل دايما ستوريز تيوتوريال ميك اب ومايكرو بليدنج كمان. بس بيعمل كورسز سو يو كان جوين هيز كورسز تتعلموا ميك اب. عن جد ميك اب مش نظيف. فرجيهم برا ماسك شوي. شب حلو كمان. انا برتاح لانه very fast و light makeup and بيعرف حالي شو عم يعمل. انت حبيته؟ بطل تمشي ورايا يلا قول لبابايا مين بطل تمشي ورايا بطل تمشي ورايا يلا قول لبابايا مين بطل تمشي ورايا. خمس دقايق بحتى خمس دقايق بشي مهم النية. مش انه حاطط وملتزم. هلا بكرة انا بس روح على دبي رح اعمل فحص كورونا. اذا معي كورونا يعني كلكم خلص ما تدفعوا حق الفحص. جارانتي كادو بتكون لكم. بدل الغراض العشمينيه اليوم مش قبلاني فضلي بس بعد اللي انا بدي اياه. قلت لها ايه معك هلا هول صار نظره لفوق عرفتي. عم بيجنوا عم بيعلم الفانس شو لون اللبسك يلي حطيتها لانه عم يسألوا. فهيدي الانامل السحرية تاع باتريك خلطة عن باتريك شال هو حتى لهم تبقى هيك تيوتوريال هيك عم نتسلى كورونا نعمل ميك اب شعر ونروح وننام. تعالوا نعمل بارتي اليوم. ورايحة؟ تعالوا عندي. ورايحة على خالد. ورايحة. تلعنا عارف قد ايه انا قصدي فاكة ليكو الماسك قد ايه. خلعني هون. عم نحكي نسير شعرنا مع البيت. لا ايه. انا اليوم ما حكيت ولا كلمه.
هو عمل كل شيء، ميك اب، لوك، شان. هلا انت بتعمل لي مشوار لوين بدي اروح؟ استخدمها للسهره. استوف بنشوف راسك جوز شي مطرح. شو يا عمو؟ ايه انا تركتهم في هنا بليس. طلعت لي وحده يمكن فاتك خلص. شو حياتي ناقصك حنان؟ صار لك ساعه عامله بشعاعتي ومستاج وغيرت الموديل 100 مره. نعرف انا شطور وميك اب وكذا بس خلص من راسي. يلا عملنا شي حفلة انت بتحط اللبسك لانه ما بيعرفوا يسموكم شباب.